طب احنا، هو بيقول في 600,000 طن، وبنقول احنا حتى الكمية دي مش كفاية، مش كده؟ في مصر. وبنشجع المستثمرين على ان هم لو عايزين يعملوا مناطق لوجستية في المواني الرئيسية او في هيئة الاقتصاد قناة السويس، احنا ايه؟ مستعدين. مستعدين. تمام. مستعدين ليه؟ عشان يبقى مصر في موقعها ده تقدر تستفيد من الموقع ده بان هي تبقى منطقة لوجستية مش لمصر، للمنطقة كلها وللعالم لو امكن، مش كده يا دكتور علي؟ هناك حوار لعمل مثل هذا الموضوع؟ ما انا الحوار لما انا ما بفكرش لما الحاجه تتبقى قدام عيني كده ان شاء الله طول ما حوار ما لا لما اشوفها قدام عينيا.